نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفك العزيز والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. هي عملية يعني كانت بعد يعني عمليات الوعد الصادق التي انطلقت من الجمهورية الإسلامية في إيران، نعم واستهدفت عدد من القواعد الإسرائيلية أو قاعدة إسرائيلية ومجمع صناعي بصاروخ قدس 5، وهو جديد يعني من عائلة قدس، وهو جيل آخر من عائلة قدس بتقنيات حديثة. تم وصول هذه وكانت خاصة أنها جاءت مباشرة بعد الدفعة الثانية من الموجة الثانية من الصواريخ الإيرانية، وكان يعني الأجواء مناسبة لوصول الصواريخ. الإسرائيلي بادر بالنفي، ولكنها وصلت بالفعل إلى فلسطين المحتلة وضربت في عنقين. هذا النوع من الصواريخ يوجد لدينا منه الكثير وزخم كبير، وبإذن الله ستسمع عنه كثيرا في نعم الأيام القادمة، لأنه سيكون له عمليات كثيرة. تنوع الصواريخ، يعني الآن نحن نتحدث عن قدس، يعني الصواريخ القدس الصوتية، نتحدث عن الصواريخ المجنحة، نتحدث عن الطائرات المسيرة يافا، نتحدث عن صمات 4. وبهذا نقول أن لدينا مجموعة من تشكيلة من السلاح المتنوع الذي يطال فلسطين المحتلة. وقدس 5 مثلا على سبيل المثال هو يغطي كل المناطق الفلسطينية، يعني لا يوجد نقطة في فلسطين لا يصل إليها يعني من ناحية المدى. فنستطيع أن نقول أننا أصبحنا نستطيع أن نواكب العمليات بإذن الله بشكل زخم مستمر. نعم، بالإعلان عن وعندما هذه تتنوع الصواريخ سيد الأسلحة نصر الدين، هي توقف. نعم بالإعلان عن هذه الصواريخ الجديدة الآن قدس 5، هناك أيضا حديث في البيان عن أن القوات في صنعاء مستعدة للمشاركة في أي عملية مشتركة ضد إسرائيل، ما الدلالة في هذا التوعد يعني؟ نعم، يعني هو فتح آفاق جديدة يعني لأي تعاون، يعني خاصة بيننا وبين الجمهورية الإسلامية، وإن كان بيننا تنسيق قائم، ولكن في التنسيق في العمليات طبعا. والوعد الصادق واحد في الفترة الماضية التي يعني قامت به الجمهورية الإسلامية، نحن شاركنا فيها، وكان لدينا عدد من الصواريخ أطلقناها نعم في هذه العملية. كانت عملية إيرانية فقط، ولكن نحن شاركنا بعدها لكي لا يفوتنا الأجر. وكما قال أبو عبيدة بالأمس، يعني كانت صورة ل يعني وحدة الساحات شاركت فيه مختلف الساحات في نعم ليلة واحدة، نعم وهذا مشهد رائع وعظيم جدا نعم ليعيد ضبط الحسابات لنتنياهو بأنه ليس القوي المطلق في المنطقة. وكما قال هو أنه يريد أن يرسم الشرق الأوسط، نحن نقول له بالأمس رسمنا شرقا أوسطا جديدا، أو نعم كما يسمونه هم شرقا أوسط. فمشهد الشرق الأوسط الذي يريده ليس كما يريد ويشاء، وإنما هو مختلف. نعم واليوم هو يشاهد أيضا في الميدان بأن انعكاس عملياته الإجرامية والاغتيالات لم تصل إلى الميدان العسكري، وأن حزب الله ما زال هو ذلك الحزب الذي يمرغ أمن إسرائيل في التراب. والعمليات كلها تثبت يعني بأن يعني هذا المحور قوي ومتماسك، وأنه لا يخذل بعضه بعض، وأنه يقوم بتبادل أدوار، وأن وهم القبة الحديدية ومنظومات الدفاع الجوي الطبقات المتعددة، القبة الحديدية وآرو، ويعني مختلف السهم الـ يعني الـ يعني مختلف أنواع الدفاعات الإسرائيلية، أنها وهم، وبأن إسرائيل مكشوفة تماما أمام طيب الصواريخ الإيرانية، وبأنها أيضا أمام صواريخ فرد صوتية بشكل عام التي نعم نملكها. نحن نملك أيضا كذلك صواريخ فرد صوتية، حتى تلك الصواريخ التي لا يمكن اعتراضها إلا بالمصادفة في النادر تماما، ولكن يعني القبة الحديدية ومختلف يعني حدس وآر وكل الطبقات الدفاع الجوي الإسرائيلي لا تعترض. إذا نحن نتحدث اليوم عن انكشاف كامل لكيان العدو الإسرائيلي، وأيضا للقواعد على طيب يعني ذكر ذلك في المنطقة بالكامل، أمام الصواريخ التي تغير المنطقة وترسم شكلا آخر للشرق الأوسط مع هذه التقنيات التي نعم تكسر معادلة الدفاعات الجوية التي طيب يملكها العدو فيما يعرب بالطيران الحربي على الدول الأخرى. اليوم كل المنطقة مكشوفة، أنت نعم رأسك مكشوف، إذا أردت أن تستهدفنا سنستهدفك، وليس لديك دفاعات جوية أمام ما نملكه من صواريخ. هذه نعم معادلة جديدة جدا في المنطقة. بينما أيضا في المشهد الآخر ميدانيا، هو أهين في غزة وأهين أيضا الآن في جنوب لبنان، أيضا على مستوى الاستخباراتي، لأنه عربد خلال الأيام الماضية بأنه يعلم الغيب وبأنه يعلم كل التحركات. بينما السؤال الطبيعي، لماذا لا تعلمون أين أسراكم، يعني الذين لعام كامل تبحثونهم تحت التراب وفوق التراب ولم تجدوهم، لماذا لم تجدوا؟ سأعود أكثر يعني هي فيما
فيما خسره حصل الاختراق الأمني وانتهى الأمر.